أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، أهلا بكم في هذا الحوار الشيق. سيلونس أو بتا تورناج. سلام، اليوم في حصة أنس ووركس رايح تكون شوية سبيسيال. علاش؟ هيا قولوا لي علاش. على خاطرش في الحلقات اللي فاتوا أنا كنت نتقمص دور تاع إنسان يخدم كاش حاجة، وأنا يا نحكي عليها جوغ ولا نفهم بلا ديتاي. بصح على كل حال يعني باش ما نكذبش ولا باش ما نلعبهاش واعر، أنا جامي خدمت هذه الخدمة من قبل ولا هذه الحرفة. بصح كنت كي نروح أنا وليكيب تاعي ولا الفريق التقني اللي معايا باش نديروا روبيراج ولا نشوفوا البلاصة اللي غادي نصوروا فيها، أنا نسرق يعني ندير شغل فورماسيون أكسيليري على هذيك المهنة. دروك الله أعلم إلا تقمصت الدور مليح ولا لا هذه أنتوما اللي تقولوها لي، بصح اليوم علاش قلت لكم راح تكون سبيسيال ومميزة. المهنة اللي راح نخدم فيها أنا فيها اللي هي الإعلام ولا مثلا نقولوا التنشيط ولا جورناليزم ولا التكنيك. يتسمى رايح نحكي 50% على المهن كاع اللي كاينين في لودي فيزيوال و 50% القصة تاعي. عيطوا لي قناة شروق باش نكون في واحد البرنامج سموه راينا شو كرونيكر مع الأستاذ خويا قادة بن عمار. راينا شو مع قادة بن عمار. حاكم امرأة إلا تودرت لها سفارة زغرت. نقولها بيناتنا. كفر. هذه هي قناة شروق. نتكل على ربي وإن شاء الله هنكون قد المسؤولية. عيطت لي الإدارة باش نتقدم بالملف. جبت لهم الملف. أنا جبت لهم الدوسي بصح طولوا باش يعيطوا لي. قلت بالك بدلوا رأيهم، بالك جابوا واحد في بلاصتي، بالك بطلوا. إن شاء الله غير يعيطوا. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. مازال. نرحب بضيوفي على يميني خويا أمين كرافيها، مرحبا بك. الله يسلمك. بارك الله فيك. هذا الشيء شرفني أني معكم اليوم. مرحبا. وايضا نرحب بالاستاذ المخضرم استاذ شكلاوي، واش راك لاباس؟ الله يسلمك. لي كوليغ راهم بداو يجوا. هيا الخدمه الخدمه. الحاجه الاولى اللي نبداو بها هاد لا ريونيون تندار كل صباح، مش خطرات في النهار على الاقل وخطرات اكثر وما ملي ويكاند. بداية كان نبدو معك أمين كلافيها، واش رايك في هذا الموضوع؟ يعني على كل حال البريفينغ أو بين كاين بريفينغ وكاين ديبريفينغ. البريفينغ يعني هو اجتماع مصغر كما نقولوا حنا، يا لارينيون تبقى وحدها والبريفينغ وحده، وكاين الديبريفينغ. البريفينغ نتلايمو فيت في تقسيم المهام، فازي هيا غادي نبدو. من بعد يجي الديبريفينغ اللي هو مثلا نشوفوا النتيجة واش وصلنا ولا واش قدرنا نحققوا من البريفينغ ولا هذا على حساب علمي. لا اسمح لي. لا هنا اسمح لي. هي يقولوا لها اجتماع. مش دخل هذه مش دخل. لا هذا مش كلام، هو رينيون بالفرنسي والاخر اجتماع بالعربية. راه غلط. مش كلام هذا، كاع مش كلام هذا. يا جماعة أنا ما يهمنيش، أنا قولوا لي يعني وشنو هي الفايدة، يعني وش راح يصرى في البريفينغ؟ البريفينغ راح يكون الصباح في قاعة التحرير، راح يكون مدير الأخبار، رؤساء تحرير، صحفيين وحتى تقنيين. الحاجة الأولى راح يكون اختيار المواضيع والزوايا اللي راحين نتعالجوا منهم هذاك الموضوع. ومن بعد تقسيم المهام، قال نتايا راح تروح نصطاد، قال نتايا راح تروح للجلفة، قال نتايا راح تقدم أخبار. تقسيم المهام. هذا ليطاج تاع لي جورناليست، وانا اليوم كصحفي ما عنديش خدمه برا تاعنا، اما انا راح نكتب تقرير ومن بعد نروح نسجلها فوا اوف باش يفوت في النشره، وقبل هذا راح نديها رئيس تحرير هو اللي يفاليدي. نسيت، وقبل هذا راح نديها عند مدقق لغوي، سيد اكسبير في اللغه العربيه، سي جامي كاش اخطاء وكاع تعرف. لا فوا اوف، التعليق الصوتي فيها زوج سؤال على كل حال، فيها التعليق الصوتي ولا التمثيل الصوتي. حنا نحتاجو التعليق الصوتي.
والتعليق الصوتي في حد ذاتها فيه بزاف قوانين، اللي تكون مخارج الحروف السليمه، تكون عندك اللغه العربيه تاعك سليمه، والتلوين، التلوين في الصوت تاعك كي تكون بايزون حزين خبر محزن ولا مفرح. كي نقول رجال الخفاء، صح رجال، باسكو المهام اللي يقوموا بها بزاف. عندنا مثلا عندنا تقارير، بورتري، وثائقيات، روبورتاجات، تحقيقات، تغطيات ميدانيه، تحرير وغيرها. الفوق عندي كنا هذيك طابق تاع جنود الخفاء، الصحافه اللي يخرجوا للتيرا ويجيبوا لا ماتير، وهذا الطابق هذا تاع لي بريزونطاتور تاع جيتي، مقدمي الاخبار، يعني هما الواجهه تاع قناه الشروق نيوز. يتسمى هما بعد ما يجوا لهنايا يوجدوا النشره تاعهم، بيان سور مع التنسيق مع رئيس التحرير، وهذه دائما تكون بيان سور غادي يفوت على مراحل بزاف. دوك نشوفوها. تقديم الاخبار هي صح هو انسان صحفي، ولكن يعني با فورسيمون انك تكون صحفي تكون تقدم الاخبار، لاخاطش هذه موهبه، يا تكون عندك يا ما عندكش. بصح الا ما عندكش ماشي عيب، تقدر تخدم عليها تولي عندك، لاخاطش تقديم الاخبار يعني يعتمد على جوستيال، التعبير الجسماني، لافوا، وعلى انك تقرا الخبر بصح تحكي الخبر، ما تبينش على انك تقرا ريبورتون راهي قدامك الكتبه تطلع بصح ما تبينش بلاك تقرا. لو كان نسالك امين كلافيها، وانت بالنسبه ليك وشنو هو الفرق ما بين التنشيط والتقديم؟ الفرق يعني واضح، التقديم يعني اللي يقدم مثلا الاخبار ولا الصحفي اللي يقدم الاخبار، والمنشط يعني على كل حال يخدم في ليزيميسيون باش يكون ناشط وينشط الحاله، سما يدير لانيماسيون. اسمح لي اسمح لي اسمح لي الفرق بيناتهم، واحد يدير التقديم والاخر يدير التنشيط. هذا التفلسيف، هذا انا نقول لك هذا التفلسيف، هذا هنا 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 انا حسب ما فهمت من الهضره تاعه راه يتفلسف. تفلسيف واه تفلسيف تفلسيف واه تفلسيف يعني نتفلسف انا. لا ريجي راه
فيها بزاف امور اللي غادي نتعرفوا عليهم دروك. مثلا كيما الاضاءه، كاع واش راكم تشوفوا اضواء عندي عمو هنا هو اللي راه مستكرف الاضاءه، راه مدبر راسه على كل حال. ولو كان ندور منا عندنا تقني الصوت، الصوت منا وبعد نشوفوا علاقته تحتهم، بعد نهضروا عليها هذه على كل حال. وين نقول هذا اللي راه يقدم في البرنامج كيدير يعرف وقت الأدان؟ شكون قال له؟ اسكو سمعه؟ ساعيا فينالمون لا باستي يا صاحبي اللي دايرها في ودنا، عندها علاقه مع مهندس الصوت، هو اللي دايرها لهنا، باش يتواصلوا معاه، يتواصل معاه المخرج، يتواصل معاه السكريبت، باش يعطيه ماتيار، راك حش شويه، راك تبان الوقت شحال باقي لك. لا باستي. وانت استاذ شكلاوي، اسكو كنت تعرفها من قبل يعني لا باستي ولا؟ نعم، نعم وليدي، نعرفها بكري. يعني هذيك يعيطوا لها السماعه، السماعه. على كل حال على كل حال لا باستي ولا كيما نقولوا حنايا لغيات تجي باينات بلاصه في الودن، يعني باش يكون هكاك عندك اتصال مع لا ريجي، مع السكريبت ولا مثلا مع المخرج. فوالا يقول لك لز شويه، هذه هي ينوصي لك اش خبر جديد. هذا دروك الله يدخل في روحه، هيا يقول هذا الله يدخل في روحه. سمع سمع، ما قطعتكش انا في الاول، ما قطعتكش. سمعت راك في تليفونك شايف سمع شنو هي لا ديفيرونس؟ انا واش قلت انا؟ كي يعني نهضر نورمال، ما فهمتش انا كش مغلط؟ انا كش مغلط الهضره هذه؟ ايا ايا ويقطع فيا، يقطع فيا. هضر معاها، هضر معاها، راني نقولها لك. انا في الاول ما قطعتكش. يا جماعه يا جماعه انا ما يهمنيش يعني وش هي خدمتها، يعني وش هي الفايده هذه؟ كيعيطوا لها السماعه. اه باش تسمع. عندنا هنايا الاخراج، تسمى كاع واش راكم تشوفوا هنايا في ليكرون، باش يبدل لك لومنا، يبدل هذه انتجري لسانتي، هذه كاع مع الاخراج. وكي نهضر على التكنيك تاع لا تيليفزيون، لازم يكون فيه نوع من الصحافة اللي يكون يفهم في الصحافة، خاصة المخرج خاص يكون فيه واحد الصحافي صغير لداخل في قلبه. علاش؟ باسكو يفهم بريزونتاتور واش راه يهضر، وقتاش يدخل سانتي، وقتاش يدخل خبر مثلا عاجل. سي تري امبورطون المخرج يكون يفهم في الصحافة. وعندنا هنايا سكريبت، سكريبت هو اللي عنده علاقة مع الانيماتور اللي راه لتحته ويهضر معاه في لاباستي بواحد الميكرو ها ولا هنايا. وهو تاني سكريبت اللي عندها اتصالات، مثلا تكون كاينه مداخلة اتصال من الخارج ولا اتصال. الو معايا سنتين ندير الاخر زلزال هو الاعنف تاريخ معايا سي بون اي فرات. وعندنا هنايا مع عمي مصطفى برونتور، يتسمى هذا بلونتور اللي غادي نتعرفوا عليه دروك لتحته. بارك الله فيك عمي مصطفى، الله يحفظك. وين نقول صاحبي هذا المقدم هذا راه حافظ كاع هاد الاخبار، كان ميموار راهي عنده كل يوم وكل وقت. ساعه راه اونفاس ليه بلومتر راه يقرا، سما كاميرا داخل فيها واحد ليكرون كيما هكاك، هو جاي شفاف سما من كاميرا اللي هي تشوف النت، بصح انت ما تشوفش، تشوف الكتبه تعكس تعكس شغل تعكس. شوف شوف شوفها. كان معكم أنس تناح من ملعب نانسون مونديلا الجزائر. هذه اللي شفتوها دروك باش تعرف باللي مجرد واحد قال كلمة ياك، بصح خاصك تعرف باللي من موراها باللي راه معاه شوفير هو اللي جابه، معاه كادرور جا معاه ماتريال أمور، معاه رئيس تحرير يبعث سنتي لانفوغراف مونتاج، معاه ناس راهم في البلاطو ضيوف اللي بعثوا له المباشر. هذا كاع عملية كبيرة. وأنا اليوم ما رايحش كيما نقولوا نقدر نحكي لكم على الصحافة كاع كيما راهي، مي غادي نعطيكم شوية ولا نهار من يوم تاع صحافي. نعطيكم واحد المثال بسيط كاع على بالنا. بايزوم حنايا كي نتفرجوا فيلم صوروه في واحد الشهر ولا شهرين ولا ثلاث شهور، بصح لا بريباراسيون تاعه والتحضيرات دا واحد الخمس سنين ولا، باش حنا تفرجنا هذيك الساعه برك. فما بالك الصحفي
يفوت على المباشر وقادر على 6 تاع الصباح. مال هذا وقتاش ناض وقتاش بريبارا لا ماتيير تاعه وقتاش جا المصور وقتاش جا الماغازيني وقتاش التحرير وقتاش هذه. شفت علاش قلت لكم مهنة الصحافي صعيبة؟ لازم تكون تحبها باش تخدمها. لو كان نهضر على المراسل نقول عليه الصحفي متكامل. علاه؟ على خاطرش هو اللي يكتب، هو اللي يصور، هو اللي يدير المونتاج، هو اللي يدير تعليق صوتي، وهو اللي يدير ايضا حوارات. على هذا نقول على المراسلين هم ابطال الصحافه وزاير عليها ملاح. سي بون هاي كاينه لا ماتيير تاع امس وركس، بارطاجي ماكسيموم. هذه القاعه تاع ملتي ميديا، على يميني ملتي ميديا تاع الشروق نيوز، وعلى يساري ملتي ميديا تاع الشروق العامه. شو البرامج قال لكم شوفوا فيهم؟ راهم يبتوا ومام طون روطار غير واحد شويه، راهم يبتوا ثاني في لي ريزو سوسيو. كيما مثلا هذه الحلقه تاع دروك اللي راهي تفوت انس وركس، روحوا تشوفوا ضربوا طله، راح تلقوها في اليوتيوب، فيسبوك، بارتو. وهذا كيو ار كود مثلا كيما تاع الشروق نيوز، وهذا كيو ار كود تاع الشروق العامه. تقدر دير تليفوني وتشوف بين تيستي بين سي. الصحافه الرقميه هي صحافه العصر. يعني الانسان اللي ميتريزي الملتي ميديا فيسبوك انستغرام يلزم عليه يكون صحافي، لاخش هو اللي همزه وصل ما بيني انا ولا ما بين الصحفي عندك في التليفون. انا راني عندك ديريكت هما في التليفون، ثم الصحفي هو اللي كان السبه باش انا راني عندك بها بالتعليق تاعها، ولا مثلا بها بالعنوان اللي حطه في الفيديو، ولا كايطول هذيك مينياتور. وايقطع فيا هيك طعفية مش دخل هادي مش دخل لا هذا مش كلام هذا مش غير يهضر اسمح لي راك غلط راه غلط كي راني يعني نهضر نورمال ما فهمتش انا كش مغلط انا كش مغلط لا راه مش نعم. مش كلام هذا كاع مش كلام هذا ايا ما قطعتكش انا في الاول ما قطعتكش انت راك تقطع فيا لا هضر معاها هضر معاها علاش راه يدخل في روحه انا هذا دروك نخرج انا نخرج ايا يرحم باباك والله سي بون صاي نينتا يا والله صاي استغفر الله. مشاهدينا الكرام وهنا نصل واياكم الى نهايه هذا البرنامج، دمتم في رعايه الله. هذا ليطاج تاع لي جورناليست، وانا اليوم كيما جورناليست نعاودها كاع وندير الجاز كاع. الفوق عندهم كنت هذوك يعيطوا لهم جنود الخفاء، سما هذوك هما الصحفيين. وهنايا هذا الطابق تاع لي بريزونطاتور تاع جي تي. لو كان نهضر على المراسل هو صحفي سيلانس انا تورنا معليش نورمال صرا فينا الباطل اليوم سيلانس الله يرحم والديكم. لو كان المراسلون هم ابطال الصحافه زاير عليها مليح انا ما غاديش نعاودها. ما ديش تكنيك ما تكنيكيش خليها صافي هاد لا رينيون تندار دو فوا بار جور وخطرات كثر و كل يوم ميم لي ويكاند تقدر في امانه. كان معكم انس تناح من ملعب نانسون مانديلا الجزائر. اسمح لي يجي المعلومات الصون معليش كمل ما كانش في الكادر ما يوصل الصون تاعها اوكي اوكي هاي موديل الصون قال لك كوبي.